بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحابته أجمعين. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن موضوع درس هذا اليوم السعيد بوارق الأمل وطريق النصر، انطلاقا من قول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مولاي أمير المؤمنين، حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاني أيده الله ونصره، القرآن كتاب الله ووحيه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، جاء ليهدي الناس إلى الصراط السوي، ويأخذ بأيديهم إلى الصالحات، وينقذهم من المهالك. فكان كتاب عقيدة، وكتاب شريعة، وكتاب منهج حياة، وهو إلى ذلك الطريق الذي بنى به صلى الله عليه وسلم الفرد المسلم والجماعة المسلمة. ولذلك كانت آياته مواكبة لحياة هذا المجتمع الإسلامي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يهديهم سبلهم ويضع لهم المناهج الواضحة لاتباع المسالك الرشيدة وبلوغ المقاصد العالية. ومن ثم فإن هذه الآية الكريمة تصور لنا نزول الوحي في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة الأحزاب. وكان الناس قد ألم بهم من الجزع والخوف ومن ألوان الأذى ما جعلهم يضيقون بحياتهم ولا يدرون مخرجا ولا سبيلا لرد عوادي الظالمين والكفرة الذين تألبوا عليهم من مشركين ويهود وهم في غزوة الخندق. فقالوا ما قالوا، وأظهروا من الأحوال ما أظهروا، ولكن المعاني الأساسية التي تدور حولها هذه الآية الكريمة تسجل لنا حقائق ثابتة، وتكشف عن سنن كونية سرمدية دائمة. وهذه الحقائق وتلك السنن تجتمع في كون الأمة الإسلامية أمة واحدة، وفي كون إيمان الناس في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت مراتب ودرجات، وأن الابتلاء من الله لعباده صور وألوان، وأن وعد الله حق، وأن الثبات طريق النصر. ولذلك نجد في هذا الإطار عددا من الآيات الكريمة الأخرى التي تجري مجرى هذه الآية التي نحن بصددها. وهذه الآيات منها ما هو خاص ورد في بعض السور ونزل في مناسبات معينة محدودة، ومنها ما هو عام
يبين المنهج الإسلامي الذي ينبغي أن يأخذ به الناس أنفسهم. أما الآيات الخاصة فمن ذلك ما نزل في غزوة أحد وأوردته سورة آل عمران من قوله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ومثل هذه الآية ورد بمناسبة فتح مكة وتضمنته سورة التوبة، فقال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وأما الآية العامة التي تكمل هذه الآيات الأربعة باعتبار كون الثلاثة الأولى من الآيات الخاصة المرتبطة بمناسبة معينة، وهذه الآية هي آية لا ترتبط بحالة معينة ولكنها تكشف عما يجب أن يكون عليه المؤمن من الصفات، فذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الآيات محاورها كما ذكرنا حث المؤمنين الصادقين على الصبر والتجمل به عند ملاقاة الشدائد والنوائب، ثم المضي في الجهاد جهاد الطغيان ومقاومة العدوان ورد أسباب الفتنة التي قد تقضي على الأمة الإسلامية وعلى الدعوة نفسها. وكذلك نبهت على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من صدق مع الله، فلا يكون له بطانة سوء تكون تلك البطانة سبيلا للهروب من العقاب الذي ينزله الله أو ينزله رسوله أو ينزله المؤمنون به، لأنه يريد أن يخاتلهم وأن يأتي بأشياء يبغضها الله ورسوله. ولذلك فإن المؤمن الحق المؤمن الثابت المؤمن الموقن هو الذي يكتمل إيمانه بالصبر، بالصبر على الابتلاء بأنواعه، وأنواع الفتن كثيرة، فإن المؤمن يجد الباطل وأهله ظاهرين في الأرض أحيانا كالذي نعيشه اليوم، فيظن ضعاف النفوس وضعاف الإيمان بأن هذه الظاهرة تدل على أن الإيمان أو التمسك بالدين ليس سبيلا للتفوق ولا للظهور على الأعداء، ويبحث عن خسران المسلمين فيقول إن سبب خسرانهم هو تعلقهم بهذا الدين. وقد قيلت وقد حاربها كثير من المصلحين ومن دعاة الله إلى الحق، وقد يصاب الإنسان بسبب موقفه ودينه وعقيدته وحمايته للمبادئ والقيم الإسلامية في أهله، ويصاب في أبنائه، ويرى إقبال الدنيا على المبتلين، ويشعر هو بالغربة في مجتمعه، وربما نفي من الأرض وأخرج من داره، وربما لابسته الحيرة وأصبح ضائعا لا يدري ما يفعل، حتى إذا ضاقت به الأرض بما رحبت وعمت الفتن والبلايا به ذكر الله أو ذكر هواه، فإن كان ممن يذكر هواه وشهوته فإنه يكون من المنافقين الكاذبين الذين عندما رأوا ألوان الفتنة والعذاب وأوذوا في الله جعلوا فتنتهم كعذاب الله، وقالوا: وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
بينما كان حال المؤمنين الصادقين وهم يلاقون هذه الألوان من الظلم، من العسر، من العدوان، من الحيرة، من الابتلاء، عندما يصيبهم هذا يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والرعيل الذي أعيشه أو أعيش بين ظهرانيه اليوم يعرف كيف كان المؤمنون الصادقون أيام الكفاح الوطني وأيام العمل في سبيل تخليص البلاد وأيام الجهاد المتواصل والتضحية بالنفس والبذل والعطاء من أجل تحقيق الغد الأفضل لمجتمعاتهم ولبلادهم، كانوا يزدادون إيمانا بما يلقون من عذاب ويزدادون حماسا بالرغم عما يقعون فيه من فتن. وكانت هذه الأشياء تؤكد دورهم وتشعرهم بكمال الرسالة أو التكاليف الملقاة على أعناقهم، فيمضون في سبيل الحق ويدافعون عن مبادئهم ولا يتخلفون بسبب الخوف أو الفتنة. ونعود إلى آياتنا، هذه الآية الكريمة التي وردت في سورة البقرة والتي يقول فيها سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهذه الآية أريد أن أذكر من الآن بأن قراءتين وردتا بها. القراءة الأولى هي ما ذهب إليه الجمهور حتى يقول، وقراءة نافع رضي الله عنه هي حتى يقول يقول، وسيأتي تفصيل ذلك. وهذه الآية الكريمة التي بمجرد قراءتها نستطيع أن نتصور المعاني والأغراض التي تتناولها، وردت عقب آية أخرى جليلة هي قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومن ينظر في التساوق أو الارتباط وبناء الآية الثانية على الأولى، وإن كانت بالانتقال من غرض إلى غرض، يجد وصف الحال، حال الناس قبل أن يأتيهم الرسل، إذ كانوا أمة واحدة باعتبار كونهم خلقوا على فطرة واحدة، وأنهم بعدما جاءتهم الرسل آمن بعضهم وكفر بعض، فكانوا بذلك مختلفين. لكن لما جاء الهدي الإسلامي والدين الإسلامي والوحي القرآني وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الناس من حوله وتم بناء الأمة الإسلامية وتكوينها، كانوا أمة واحدة أيضا. وقد ورد ذكر هذا في كثير من النصوص القرآنية والنبوية الشريفة وكذلك في مقالات العلماء. فالأمة الإسلامية أمة واحدة، ولكن الذي قسم ظهر الأمة السابقة وكان سببا في تقسيمها وتوزيعها وتفكيك هذه الوحدة هو نفسه الذي قسم وفكك هذه الوحدة التي كان عليها المسلمون في الصدر الأول. ونحن بعد الإشارة إلى هذا نتطلع إلى الطريق الذي نحمي به الأمة الإسلامية من التفكك، من التمزق. طريق ذلك هو المنهج الرباني الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى
في هذه الآية نفسها عندما بين للمؤمنين ما هم عليه وما كان عليه المؤمنون السابقون الذين جاءهم الرسل مبشرين ومنذرين، وما كان وما أصبحوا عليه من الخوف ومن الجزع حتى أصبحوا وهم يستبطون نصر الله، ينادون بهذا النصر ويرجونه قريبا. ولذلك فإن هذه الحالة من وصف المجتمع الإسلامي أو المجتمع الواحد في الزمن السابق وفي عهد رسول الله في صدر هذه صدر حياة الإسلام وهذه الأمة يقترن ببيان المنهج الرباني لحماية تلك الوحدة والحيلولة بينها وبين التصدع. أما الآية إذا أردنا أن نتتبعها ونتأملها فلابد أن نقول فيها بعض الكلمات، فإن قوله تعالى أم حسبتم، أم منقطعة وليست متصلة، وهي بمحل بل وهمزة الاستفهام، فكأنه قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المعنى الأول الذي يشير إلى الأمة الواحدة التي جاءها النبيون مبشرين ومنذرين يقول بل حسبتم. وهذا الانتقال من غرض إلى غرض يقترن به الاستفهام، أحسبتم بل أحسبتم أم حسبتم، هذا الاستفهام استفهام تقريري يقرر الواقع الذي عليه المسلمون في ذلك الوقت عندما كان المؤمن يزن إيمانه إيمان الأمة جميعا في هذا العصر، عندما كان المؤمنون متمسكين بكتابهم وبهدى ربهم وملتفين من حول رسولهم يستمعون إليه ويأخذون بتوجيهاته وأوامره ولا يسيرون إلا في الخط الذي يرسمه لهم. ثم نجد إلى جانب هذا الاستفهام التقريري أو المعنى الذي أصبح مؤكدا رائحة العتاب واللوم، فإن الله يعاتب المؤمنين الذين كانوا حول رسول الله من جزائهم ويلومهم على أن يقع منهم مثل ذلك، لأن الإيمان لا يمكن أن يقضي عليه شيء من الفتن أو من ألوان العذاب، ينبغي أن يكون الإيمان أقوى وأشد وأن يكون الثبات هو الطريق إلى تحقيق الخير. ثم نجد قوله عز وجل ولما يأتكم، أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، لما هذه هي نافية وهي مثل لم، لكن الفرق بين لم ولما أن النفي الذي تفيده لما متصل بزمن الحال، وبذلك فإن هذا الذي ينبغي أن يأتيهم أو كان يؤمل أن يأتيهم لم يأتيهم قط حتى الآن حتى نزول هذه الآية. ثم قال مثل الذين خلوا من قبلكم، ولم يقل مثل الذي أتى الذين من قبلكم. لماذا؟ لأن هناك فرق بين المثل والمثل، فإن المثل أن يصابوا بما أصيب به المؤمنون السابقون وهم حول رسلهم وأنبيائهم، وأما مثل فمعناه أن الذي أصاب القوم السابقين هو أكثر من أن يتصور ولا يمكن أن يأتيكم شيء منه، ولذلك لا حق للجزع، فإن السابقين كان يأتي الكفرة والمعاندون للدعوة والمقاومون لها فيشقون رأس الرسول والنبي بالمنشار وهو حي، ولم يكن واحد من الناس يجزع من ذلك لأنه في سبيل الله وفي إعلاء كلمته وفي تحقيق الرسالة التي بعث بها ذلك النبي أو دعا إليها ذلك الرسول أو دعا إليها ذلك النبي. ثم نجد كلمات لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء،
مستهم اصابتهم، والبأساء كل سوء يقع في غير الذات في غير النفس، كالذي يصيب الاموال ويصيب المكاسب ويصيب متاع الحياة الدنيا. واما الضراء فهو ما يصيب الذات بسبب المرض، بسبب الجرح او الجراح، بسبب الموت في ساحة الجهاد. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. والزلزلة هي ان تميد الارض بالناس، وكون الارض تميد من هول ما اصيب به يجعل الناس في هلع لا يقدرون على شيء من امرهم. ولذلك عبر القرآن تعبيرا عجيبا عن هذه الحالة التي تتصل بالزلزلة، فقال زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، فيصبحون غير قادرين على شيء ويفوضون مكرهين امرهم الى خالقهم. وقوله تعالى حتى يقول، النصب هنا الذي هو قراءة الجمهور محمول على معنيين، اما ان يكون للغاية حتى يقول الى ان يقول، واما ان يكون تعليلا اي اذا اصابهم ذلك كان علة في قولهم، فتكون اما للغاية او التعليل. وقد ذهب ابو حيان في كتابه البحر الى تقديم المعنى الاول واختياره على المعنى الثاني. واما الامام نافع رضي الله عنه فهو يقرأ يقول حتى يقول، ويجعل الجملة بعد ذلك جملة حالية، ويقول وان كان بلفظ الماضي لكن بلفظ الحاضر والمستقبل اي بلفظ المضارع، لانه يحكي حالة قديمة حالة ماضية حالة ماضوية. واما الرسول حتى يقول الرسول او حتى يقول الرسول، اختلف في معنى الرسول من المراد بالرسول هنا، فذهب بعض الأئمة إلى أن المراد بالرسول هو جنس الرسول أي رسول، لأن كل رسول قد قام بواجبه ولقي العنة من أهله وتعرض لألوان المكارة وكان قد مسه البأساء والضراء وقال هذه المقالة أو كان في حكم من قالها. ومنهم أي من الأئمة المفسرين من خصص هذا المعنى وقال هي نزلت في اليسع او في شعيب عليهما السلام. والمنهج او الطائفة الاخرى من العلماء ذهبت الى ان المقصود من الرسول هنا كما يدل عليه السياق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الوقفات القليلة بجانب الكلم التي تضمنتها الآية واعتبرت من الفرائد التي ينبغي الوقوف عندها، ينبغي أن نتطلع إلى فهم أغراض الآية. ما هي أغراضها؟ في اعتقادي أن أغراضها ثلاثة. الغرض الأول هو بيان أن الإيمان لا يحقق فضيلة الدين للمسلم ولا يدخله الجنة إلا إذا اقترن باحتمال الشدائد في إقامة الحق. والذين لا يستطيعون أن يثبتوا وأن يصمدوا يذهب إيمانهم ويضيع ويتلاشى. وأما الغرض الثاني فهو التنبيه على أحوال السابقين في قوله تعالى ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، وهو يريد سبحانه عز وجل من هذا أن يضرب المثل بصبر المتقدمين وأن يحمل المسلمين الجدد على أن يكونوا صابرين وصامدين. ولذلك ورد في الآية الأخرى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن التواصي بالحق من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل خدمة الإسلام ومن أجل تحمل الدعوة ونشرها بين الناس، والتواصي بالصبر من أجل
ان لا يجزع الانسان مما يلقاه في سبيل ذلك من الهوان والعذاب والاذى، فان ذلك كله ينتفي مع الايمان الثابت الحقيقي والصدق في تحمل الدعوة والقيام بالواجب كمؤمن. واما العنصر الثالث والذي هو غرض سامي من اغراض هذه الآية فهو استبطاء النص. عندما ضج المؤمنون استبطوا النص، متى سيأتي هذا الفتح؟ متى نقدر على القضاء على الأعداء؟ متى نخرج من هذه الحيرة؟ متى ينقذنا الله مما نحن فيه؟ فقالها المؤمنون أو أجراها الله على ألسنتهم ليحقق على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الوعد الحق بالنصر، وذلك في قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب. ونصر الله قريب كلما توفرت أسباب ذلك من الثبات ومن العزم ومن العمل في سبيل الحق ومن الصبر ومن الدعوة المتمكنة التي تفتح القلوب ومن تحكيم المنهج الرباني. هذه الأغراض الثلاثة أحسبها مقترنة بآيات أو أجزاء الآية الثلاثة. هذه الأجزاء بعضها عام وبعضها خاص، أي بعضها يقف عند بعض أجزاء هذه الآية أي كلمها، وبعضها يعم الآية كلها. فالذي يعم الآية كلها ونبدأ به هو موقفنا إزاء هذه الآية باعتبار كونها خطابا إلهيا. فالآية أم حسبتم إلى قوله قريب هي خطاب إلهي صدر عن الله سبحانه وتعالى وبلغه الملك الكريم إلى الرسول الكريم إلى الأمة الكريمة. فإذا بالله سبحانه وتعالى يدعوهم بهذا الخطاب إلى تحقيق السلم، لأن الاختلاف الذي أشار إليه في الآية السابقة كان سبب عذابهم وتقسمهم وتوزعهم وتفككهم واشتعال الحرب بينهم، فدعاهم إلى الخروج من الحرب ومن الاختلاف إلى السلم، وذلك بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. ثم بين لهم أن طريق الخروج من هذا الوضع وتحقيق السلم للأمة كافة يكون بتحكيم منهج الله. فإذا طبق المنهج الإلهي وعرف كل واجبه وحقه وتساوى الناس أمام حكم الله وشريعته انتهت جميع المشاكل. فالقرآن كما قلنا ليس كتاب تشريع فقط، ليس كتاب عقيدة فقط، بل هو يجمع الأصول الدينية والقيم الإسلامية والمبادئ الإيمانية التي على الأمة أن تتحل بها. وبذلك فهو قد بلغ القمة في تصوير الخلق الرشيد، ويكفي على ذلك دليلا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن. ولذلك فإن الجانب الأول في الخطاب الإلهي هو لتقرير هذه الحقيقة، ثم لتثبيت المسلمين وتسليتهم مما وقعوا فيه أو وقع لهم، ثم لتذكير الصحابة بما كان عليه المسلمون السابقون مع الرسل والأنبياء، ثم ليكون هذا الحديث لنا عبرة، لأن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ، واللفظ يتناول عصرنا والعصور التي ستأتي من بعد، لأن القرآن خالد وهو يخاطب المسلمين عامة. ولذلك فهو تذكير للصحابة الذين خوطبوا بهذه الآية، وهو عبرة لنا لأننا ننساق وراء هذه العطرة الشريفة الكريمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتمسك بهديها. أما الجانب الثاني بعد أن قلنا بأن الجانب الأول هو الخطاب الإلهي،
الجانب الثاني هو بيان مسيرة المؤمنين. مسيرة المؤمنين لو بحثنا التاريخ الإسلامي من أوله إلى الآن لوجدنا أن المؤمنين دعاة عقيدة ورجال كفاح وأئمة صبر وحملة سيف يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته. هذا المعنى مضطرد من يوم خلق الله السماوات والأرض وبعث الأنبياء والمرسلين إلى الآن، لأننا وإن كنا لا نجاهد بالسيف نجاهد بأداة أخرى أو لا نجاهد إطلاقا الجهاد العسكري، وإنما نقوم بأنواع من الجهاد في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية، في الحياة السياسية، في كل المجالات من أجل تغيير ما بنا، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإن ذلك أيضا جهاد. والجهاد في أوسع معانيه تتناوله هذه الآية. ولذلك فإن مسيرة المؤمنين هي جهاد دائم وتحمل للأمانة وتبليغ لها ووقوف عند المنهج الرباني ليكون أساس العدل بين الناس. وأما الأمر الآخر وهو الجانب الثالث لا يتمثل في المسيرة والتاريخ، وإنما يتمثل في هذه الحقائق التي أصبحت شعار المؤمن. للمؤمنين شعار هو التكاليف الإلهية بحكم الخطاب الإلهي، وهي الابتلاء الذي يصيب المسلمين وقوة العزم في تحمل ذلك الابتلاء وإيثار الحق على الباطل مهما كان الأمر والبذل والعطاء والتضحية. فتلك شيم المسلمين وذاك شعارهم. شعارهم سواء كانوا أفرادا أو جماعات، سواء كان المسلم ذاتا معنوية كالدولة أو ذاتا حقيقية كالفرد أو كالأمة، فإن المسلمين أو الأمة الإسلامية التي عرفت العزة وعرفت الظهور على الأعداء وعرفت أيام الخير والسعادة قد ضعف أمرها وتلاشى سلطانها وتداعت أركانها بسبب تخليها عن المنهج الإلهي. فالأمة إذن الأمة الإسلامية مدعوة للإفادة من تعاليم القرآن وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا وإن قلنا بأن الماضي أن هذه الآية بالنسبة للمتقدمين كانت تذكيرا وبالنسبة لنا كانت اعتبارا، فنحن نريد أن نفهم معنى هذا الاعتبار. الأمة الإسلامية كلمة أمة ورد في بيانها اطلاقها على عشر معان، فهي تطلق بإزاء عشر معان قد ذكرها مفصلة الفيروزابادي في كتاب بصائر ذوي التمييز. والمعنى العام للأمة كما نفهمه هو الجماعة، أرسل لهم رسول فالتفوا من حوله وآمنوا به واعتنقوا العقيدة التي دعا إليها. وبذلك تقول الأمة الإسلامية والأمة النصرانية والأمة اليهودية والأمة البوذية إلى آخره، فكل أمة من الأمم متميزة عن الأخرى بعقيدتها وبحقيقة الملة التي تجمعها. لكن الأمة الإسلامية التي قلنا بأنها أمة واحدة كما نبهت على ذلك النصوص هي أمة واحدة لكونها موحدة القيم، القيم التي تعتبرها وتؤمن بها واحدة، وعلى رأس هذه القيم الإيمان بالله، ثم وحدة الرؤية لله سبحانه وتعالى الخالق
الأحد القدير. فتصور هذه المعاني عند المؤمنين قاطبة من وحدانية الله وخالقيته وقدرته، تجعل الأمة متساوية في هذا القدر المشترك في تصور حقيقة الذات الإلهية أو حقيقة الخالقية. ثم هناك وحدة الرؤية بين المسلمين للكون في بنيته في تكونه. في هذه الآيات التي جاء بها القرآن الكريم مصورا عظمة الكون وأسراره وخصائصه ومميزاته مما لا يمكن أن يكون إلا صنع الله، لا يمكن لقوة أخرى أن تأتي بمثل هذه الأشياء، السماء بغير عمد، الجبال، الأودية، الأنهار، البحار، الخلق، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكل هذا الخلق الإلهي للكون وما فيه يدل على أن الكون مملكة، هي مملكة الله، وأن هذه المملكة ممتلئة بالشواهد وبالآيات على وحدانية الله وقدرته. ووحدة النظرة إلى الإنسان ذلك أيضا مقوم آخر للوحدة الإسلامية، النظرة إلى قيمة الإنسان، قيمة الإنسان في استخلاف الله له في الأرض، فقد مكنه من أسباب الاستخلاف وأعطاه قوى وطاقات ومواهب وجعله قادرا على أن يأتي بالشيء العجاب. وما التقدم الذي ناله كثير من الناس إلا لكونهم فهموا حقيقة الاستخلاف. ثم وحدة الأمة الإسلامية تتمثل أيضا في حضارتها، فالحضارة الإسلامية كما قال الأستاذ الإمام محمد عبده رحمه الله، الحضارة الإسلامية مجهود مشترك لشعوب كثيرة مسلمة ذات نبع حضاري واحد تلتقي فيه أجناس وألوان من أطراف العالم. فنحن عندما نستعرض قائمة علمائنا ومفكرينا ورواد البحث عندنا في الأزمنة الغابرة، أزمنة الازدهار الفكري عند المسلمين، نجد الفارسي والعربي والأفغاني وغير هؤلاء، فإنك تجد الحضارة الإسلامية أثرا من آثار هؤلاء جميعا الذين تأدبوا بالقرآن وتأثروا به، فإذا هم يسيرون على منهج واحد في تحقيق هذه المعاني. لكني إلى جانب هذا أرى لزاما أن أصور كيف كانت هذه الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية التي امتد سلطانها وانتشرت أقطارها طولا ما بين حدود الصين إلى المغرب الأقصى في قارات وأقاليم وأوطان، وامتدت دار الإسلام عرضا ما بين بامير سقف الدنيا شمالا وسرنديب. ولذلك فإننا حين نحصي الأراضي والثروات والإنتاج الفكري والقوى والطاقات وأسباب المنعة ونجدها متجمعة أو مجتمعة نؤمن بعزة الإسلام وقوته، لكن لسوء الحظ ذهب كل ذلك. كان هذا موجودا في الزمن المتقدم، وبعد ذلك تفككت الدول وتقسمت الأمة الإسلامية إلى مجتمعات، كل جماعة تخرج عن الأخرى أو تفارقها بأشياء مميزة لها. نعم، إن الإرث الحضاري العلمي والقوة المادية في شباب الإسلام وسلطان الدولة الإسلامية وظهوره على غيره من على غيرها من الدول والنجدة التي كان يقوم بها ملوك المسلمين والخلفاء والشجاعة التي أبلى بها البلاء الحسن المقاتلون والمجاهدون في سبيل الله، وتحكيم الشرع من جهة وتحكيم العقل من جهة وعدم الاستسلام للخرافات والأوهام، تلك هي السمات
للمجتمع الإسلامي الراقي المتقدم. لكن لسوء الحظ بجانب هذه المعاني وبجانب ما كان يتميز به المجتمع الإسلامي من دعوة للفضائل وإلى عقائد الصفات، نجد أن أدواء كثيرة مست، كتلك الأدواء التي ذكرتها الآية القرآنية، مستهم البأساء والضراء. ما هي البأساء وأنواع الضراء التي أصابت الأمة الإسلامية؟ أصيبت بفتنة الشعوبية وانقسام المسلمين إلى فئات، كل فئة تدعو إلى المفاخرة بحقيقتها وبنسبها والعلو على غيرها. أصيبت بالنحل المتعددة، بالفرق المختلفة، بالأيديولوجيات الكثيرة، فإذا بالأمة الإسلامية بعد ذلك ضعيفة. أصابها الخور، أصابها التخلف، لأن الطاقة التي تجمعها أصبحت بعيدة وعاجزة عن أن تمدها بشيء من العون لتخرجها مما هي فيه، وأي عون يمكن أن يعيد إليها شبابها وقوتها؟ ذلك العون هو الذي وجدناه في القرآن. وفي القرآن هداية للذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأمة الإسلامية حينما كانت قوة واحدة ودولة واحدة كانت متمثلة في الخلافة الراشدة، ثم جاءت الخلافة الأموية، وجاءت الخلافة العباسية، وجاءت الخلافة العثمانية، وكلما تقدمت الأمة الإسلامية مع تقدم الزمان وتطور العهود إلا وازدادت انفكاكا وانقساما وبعدا عن بعضها البعض. هذا الأمر يضع مشكلا قائما في زمننا هذا. العلاقات الدولية التي كانت موجودة في عصر الخلافة الراشدة ليست بالأمر المجهول أو الغير المعروف، فهناك تماسك كامل. لكن في الدولة العباسية مثلا وفي الدولة العثمانية خرج أناس كثيرون عن الدولة الإسلامية، فاعتبرتهم الخلافة أو الدولة الإسلامية بغاة وحاربتهم. وفي بعض الأحيان تتكون دويلات، فإذا هي تلتزم بأن تقوم بطبع العملة باسم الخليفة وبالخطبة للخليفة على المنبر يوم الجمعة إعلانا بأنها لا تريد مشاقة طاعتها ولا الخروج عن صف الخلافة، وإنما هي تريد أن تستقل بمكان مع الارتباط الأساسي بتلك الدولة. هذا كان في الماضي، وكانت الأوضاع نستطيع أن نقول جازمين بأن العلاقات الدولية بين الدول الإسلامية لم تكن قائمة على الاعتراف المتبادل والتحالف والاتحاد داخل العالم الإسلامي، وهذه حقيقة مؤلمة. وما تعرضت له الأمة تتعرض له الدولة الإسلامية في هذه الصورة. إذن كيف السبيل للخلاص؟ كيف السبيل إلى طلب النجاة من هذا الوضع؟ كيف نجمع القوات، قوات الأمة الإسلامية، ونجمع قوات الدول الإسلامية كلها لتكون بعد ذلك سبيلا لفرض الإرادة الإسلامية والمنهج الإسلامي وتحقيق الخير للمجتمع الإسلامي؟ هنا نجد مشكلتين عظيمتين. المشكلة الأولى هي مشكلة مذهبية، والمشكلة الثانية هي مشكلة القومية. أما المذهبية فنحن نعلم من التاريخ أن المسلمين انقسموا إلى طائفة تعتبر الخلافة أو الإمامة قضية عقدية، وأنها في آل البيت، وأنها تنتقل من واحد من الأئمة إلى الآخر، وتكونت بذلك مذاهب. وهذه المذاهب حتى في عند الشيعة مختلفة فيما بينها ومتحاربة. ونجد منهجا آخر يقابل هذا المنهج، هو اعتبار الخلافة أو الإمامة ليست قضية عقدية، وإنما هي قضية مصلحية اجتماعية. وبذلك
فإن طريق الوصول إلى الحلول يصبح أيسر. لكن أعتقد أن الخلاف الذي يكون بين الدولة المذهبية أو القائمة على المذهب في هذا العصر والتي تقوم على القومية في هذا العصر ينبغي أن يجد حلا، ينبغي أن نجد سبيلا للخروج منه. إذ لا يفرق بين المسلمين شيء يأتي به قرآن أو حديث ويكون الشيعة فيه مقدمين على السنة أو السنة مقدمين على الشيعة. إذا كنا نؤمن بكتاب واحد وبرب واحد ونتجه إلى قبلة واحدة ونسلك سبيلا واحدة فما معنى هذا التفرق؟ لابد من القضاء على هذه الفرقة، لابد من القضاء على هذا الاختلاف وأسبابه. وكذلك بالنسبة للقومية، فإن القومية كانت تعبيرا تجمع طبيعي عن الذات، وهذا التعبير كان في شكل دولة لإبراز الهوية وصيانة المصير المشترك. لكن هذا يقضي بتفكك المجتمع الإسلامي، فإن الذين لا ينتسبون إلى هذه القومية يعتبرون خارجين عن الجماعة ولا يلتفت إليهم ولا يعطون الحقوق التي تعطى إلى أبناء القوم الآخر. فهناك إذن مناهج سار عليها التاريخ وتلاها منهج آخر في هذا العصر الذي نعيشه، هو الذي لا يؤمن بمذهبية ولا قومية ويرى أن وجود الدول وخفوتها أو انزواؤها يرجع إلى عوامل طبيعية واجتماعية واقتصادية وتاريخية، وتلك العوامل هي التي تقيم الدول أو تزيلها في العصور الحديثة. لذلك فإن محاولات رأب الصدع هي التي ينبغي أن نعنى بها. كيف نخرج من هذا الوضع؟ اقترح بعض العلماء ورجال القانون بأنه لابد من إجراء جدلية بين المذهبية والخطاب، بين القومية والخطاب الإسلامي، ويقترح أن تكون هذه القومية تقر الخلاف وأن ترفض التعالي والتناصر على الباطل وأن تعتمد الدين قيمة قومية ثمينة. وأما الجزء الثاني، لأن الجدلية بين الطرفين، هذا الطرف هو القومية والطرف الثاني هو الخطاب الإسلامي، فهو يدعو لأن يكون الخطاب الإسلامي مقرا بقوانين التاريخ أي التطور التاريخي وبحقائق تطور الوجود وبالأخوة في الدين وبجامعة اللغة وبالجامعات الأخرى أو الجوامع كالقربة والجوار. وهذه الحقائق في الواقع ليست مرفوضة من الدين ولا بعيدة عنه، لأن الله أمرنا بالاجتهاد، وسبيل تحقيق ذلك في اعتقادي هو شعور المسلمين قاطبة شعوبا أمة أو دولا بالانتماء إلى شيء واحد وبوحدة المصير وبالتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها وهي دين الله. وهذا معناه أنه لا بد من البعد عن كل شيء من شأنه أن يضعف الروح الديني وأن يقتله في النفوس وأن يضعفه، لأن ذلك فيه مسخ لحقائق المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. والأمر الثاني وجوب مواجهة ثقل الماضي الذي ورثناه ورسوباته ثم ما كان من التدخل الأجنبي في كثير من قضايانا عبر قرون متطاولة، وما ذلك إلا بسبب ضعفنا وانقسام جماعتنا وتشتت كلمتنا وتفرق صفنا. والأمر الآخر هو تأكد الأخذ بمقومات الوحدة الإسلامية بدل التمسك بأسباب الخلاف. نترك أسباب الخلاف
ونحرص على ما يجمعنا لا على إبراز ما يكون مفرقا بيننا ومحطما لوحدتنا. وتحقيق هذه الخطة تمثل والحمد لله في هذا العصر في محاولات كثيرة، فإن الدول الإسلامية استطاعت أن تنتظم في هيئة كبيرة. هذه الهيئة هي منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي عرفت نشأتها بين الحرمين الشريفين والمملكة المغربية، حيث عقدت الاجتماعات الأولى لبنائها وتكوينها في هذين المكانين. وأما الأمر الثاني فهو التقاء الدول العربية جميعها في جامعة، وقد تم ذلك، وما الجامعة العربية إلا مؤسسة تجمع كل هذه الدول. ثم جاءت بشائر أخرى أو خطوة أخرى، هي تكوين اتحادات ومجالس مثل مجلس التعاون الخليجي الذي رأيناه، ومجلس التعاون العربي، واتحاد دول المغرب. فهذه هيئات أو منظمات تجمع قدر الطاقة هذه القوات وهذه الدول لتكون متعاونة متضامنة متكاملة لتحقيق الخير للأمة الإسلامية وإسعادها. وقد ورد أن التجمعات العربية الثلاثة التي ذكرناها مصبها الجامعة ومرجعها القمة، ولكني أقول بأن الجامعة والقمة والوحدات والمجالس قد اكتنفها شيء آخر في كل مرحلة من مراحل حياتنا المعاصرة، وهي الدعوة الصريحة إلى الإشادة بالدين في تكتيل القوى والتجمعات وإظهار العناية بهذه القيم والمبادئ والأصول التي لا سبيل إلى استرجاع الأمجاد وتخطي العقبات والرجوع إلى صف الريادة والسيادة إلا بها. ولذلك ارتفعت أصوات دعاة الإصلاح، وقام كثير من الزعماء والسادة ومنهم جلالة الملك المعظم. ولذلك وجدت الدين له حسنا سندا، فلجأنا إلى السند، صمد اللاجون إلى ملك منصور بالأحد الصمد، وإذا ما آنس منه ثنى من ظل بجنح الليل هدي، وله همم تبني رتبا خصت بعلاء منفرد، إلهام الدين وحاميه قوم بسطاك ذوي الأود، فانصر وافخر وأدر وأشر وأبر وأجر وأغر وسد. لأن التمسك الذي نراه منكم يا أمير المؤمنين بالقرآن الكريم وتدبركم لآياته وحمايتكم لدعوة الحق والسعي المتواصل الذي نجده منكم ومن إخوتكم رؤساء الدول العربية المغربية لتوحيد الصف وجمع الكلمة وتحقيق التآزر، هو ضمان لترسيخ مقومات الذات وبلوغ النصر. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك. اللهم إن عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصين بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجمع في طاعتك أمرنا، ووحد في إعلاء كلمتك صفوفنا، وأعزنا بالإسلام،
وانصرنا بالتوحيد واجعلنا من الراشدين. اللهم أنت ولينا فلا تتركنا لغيرك ولا تردنا خائبين. اللهم سدد على سبيل الحق والصبر خطانا، وأيد بتوفيقك ونصرك قادتنا، وأدم على إمامنا أمير المؤمنين سوابغ نعمك، وأيده بلطائف أعدادك، وانصره نصرا مؤزرا، وبلغه فيما يرضيك أمانيه، وأسعده بتعزيز البناء ودعم مسيرة الخير، مسيرة المغارب والمشارق والعروبة والإسلام. واكلأ برعايتك وعنايتك حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد سيد محمد وصنوه مولاي الرشيد وسائر أفراد أسرته العلوية الشريفة، وأقمنا على طاعتك وإعلاء كلمتك، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والختم من مولانا الإمام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.